السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم جميعا مشاهدي حساب تلميذ يوسف، ورمضانكم كريم وربنا يتقبل الصيام والقيام إن شاء الله تعالى. وحبيت يعني في هذه الأمسية إنه يعني نعمل مداخلة يا جماعة، هيك مداخلة بسيطة، لإحنا يعني بصراحة نذكر بموضوع مهم جدا، وهو انه اليوم من الضروري ومن الحتمي علينا ان نؤسس البزنس الخاص بنا اليوم. هذا موضوع يا جماعه كثير يعني للاسف، يعني اهلا وسهلا بك يا يسرى، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسرى طبعا متابعه يعني جيده لنا، اهلا وسهلا بها. فاليوم الفكره يا جماعه اللي بدي اوصلها انه لازم انه احنا على الاقل لو يكون عندي نواه لبزنس خاص بي او نواه لفكره مشروعي. طيب اليوم ليش من الحتمي ومن الضروري أن يكون لدي فكرة بزنس أو مشروعي الخاص اللي أنا لازم أمتلكه؟ إحنا كثير يا جماعة للأسف إنه لدينا مفهوم إنه أنا خلاص إذا في وظيفة وأمنت نفسي يعني خلاص إنه أنا والله مستقر، أمنت راتب مثلا، أمنت معيشتي. يعني هذا الشيء اليوم ما بينفع في عصرنا وفي اقتصادنا الصعب وفي ظروفنا الصعبة. هذا اليوم يعني موضوع أصبح شائك يا جماعة، إنه أحافظ على الوظيفة أو أحافظ على وظيفتي في يعني هذا الزمن أو في هذا الاقتصاد الصعب. طيب في ناس يا جماعة بتمس علينا، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا بك، يا مساء النور صديقي. طبعا يا جماعة اللي حابب يعني يسأل في موضوع اللايف أو في أسئلة أخرى يعني إحنا ممكن نجيب. طبعا أنا من فلسطين يا أمان، من فلسطين، مساء النور. طبعا أنا سعيد جدا يا يسرى إنه أنت موجودة معنا بهذا اللايف. طيب نكمل فكرتنا يا جماعة، شكرا لك يا أمان، شكرا جزيلا لك، أنا أحبك أكثر. طيب في سؤال يا جماعة، خلينا نشوف. طيب أي الوقت المناسب ممكن أفكر أعمل بزنس وأعتمد على نفسي، عدت من جديد أعتمد على. طيب شوف يا روان، الوقت المناسب إني أنا أعمل فيه أو أفكر في بزنس الآن، الآن يعني خليني معلش أنا أحكي لك إنه الآن هو الوقت الأنسب إنك تعملي فيه فكرة بزنس، ما في وقت مناسب. خليني أحكي لك، اليوم من الضروري ومن الحتمي. يعني أنا بوجه سؤال، لماذا لا تؤسس بزنس خاص بك؟ يعني شكرا لك يا عمان، وتحية لأهل عمان وشعب عمان، وعليكم السلام يا علي، أهلا وسهلا بك. فأنا بحكي يا جماعة إنه ما في وقت لأنه أنت تأسس بزنس خاص فيك، لازم إنه أنت اليوم تفكر هذا الوقت المناسب، يعني ما بنفع تؤجل. ليش؟ لأنه إحنا بنحكي يا جماعة عن يعني اليوم ظروفنا الاقتصادية صعبة جدا، اليوم الشركات من السهل إنه هي تستغني عنك، اليوم إنه أنت مثلا يعني لو أدائك كان متواضع ممكن يتم الاستغناء عنك، ممكن لو مديرك ما قيمك صح أو ما أرضيته ممكن يقول لك مع السلامة. فبالتالي أنت اليوم لازم يكون عندك جانب يعني من الأمان، جانب يعني بزنس لو جانبي يا جماعة بسيط جدا، إنه أنا أحاول فيه أأمن نفسي على الأقل وأمن أسرتي. اليوم فيش ما في يعني ما فيش أسهل من إنه مديرك يقول لك مع السلامة. يعني أنا هذا السؤال وجهته لكثير يا جماعة، لو أنت تم الاستغناء عنك في الوظيفة ماذا ستفعل؟ ما هي الخطة البديلة؟ ماذا فعلت؟ ماذا فكرت؟ للأسف أنه يصدم الشخص عندما أسأله بهذا السؤال، ماذا لو تم الاستغناء عنك؟ ما في عنده خطة، ما في عنده إجابة لهذا السؤال. إذن اليوم هذا السؤال يا جماعة لازم يراودك، لازم تفكر فيه مليا. ما بينفع انه انا اعيش مأمن نفسي بشركة او بمؤسسة او بما ذلك، يعني ما بينفع. طيب خلينا اشوف سؤال ونكمل يا جماعة، احنا بندردش وبنحكي في موضوع يعني لسه. طيب عندك فكرة على التجارة الإلكترونية يا إيمان؟ طبعا اليوم التجارة الإلكترونية هي يعني خلينا نقول لك الترند العالمي. يعني كيف تجارة إلكترونية؟ يعني أنت الآن مثلا ببساطة ممكن مثلا عندك منصة، ممكن عندك حساب، عندك أكاونت مثلا على فيسبوك، على انستغرام، على أي منصة أنت ممكن تلاقي فيها جمهور. يعني خلينا نقول لك مثلا اليوم انستغرام أو متجر إلكتروني مثلا أنت ممكن تستأجره، أو يعني كثير يا جماعة منصات وأفكار أنت ممكن تبدأ فيها يعني ببرودكت بسيط أو خدمة أنت ممكن تقدمها.
تمام. هذه أبسط يا إيمان يعني الحلول الموجودة على التجارة الإلكترونية، تمام. يعني شوفوا برودكت بيحتاجه الناس وإنت لك شغف به، يعني اعمل نقطة تقاطع يا إيمان، تمام. انت شوف مشكلة معينة في السوق، شوف احتياج، شوف رغبة، وانت هذا الكلام او هذه الرغبة انت يعني تتقاطع من شغفك او من ميولك او يعني من شيء انت بتتقنه، وحاول انه انت تشكل فكرة بزنس. وهذا تكلمنا عنه في موضوع يا جماعة مين البلو اوشن استراتيجي، رجل المحيط الازرق. حكينا انه كيف انه ابحر في سوق ازرق لوحدي، انه انا ممكن اجيب فكرة من المحيط الاحمر مع فكرة جديدة انا برتقيها، بشوف انه في احتياج ماس يحتاجها المجتمع او السوق المحيط بي، وممكن اصلا منها فكرة بزنس وابحر في محيط ازرق لوحدي في سوق ازرق، تمام يا ايمان. طيب اريد ان اسال عن العملية الرقمية للجزيرة الخليجية جلف كوين. والله انا ما عندي تفاصيل يا علي، سامحني يعني في سؤالك، يعني ما عنديش تفاصيل عن هذا الموضوع. طيب اعطينا افكار لمشاريع في الفلاحة، يعني قصدك في الزراعة يا هافي، في الزراعة قصدك يعني مشاريع. والله شوف يعني في افكار، يعني خليني احكي لك انه مثلا يعني كان عندنا في فلسطين مثلا وناس يقدموا دراسات لمثلا استئجار اراضي زراعية من وزارة الزراعة، فبالتالي مثلا يستأجر 10 دونمات 20 دونم، تمام، أو فدان يعني، ويزرعها مثلا خلينا نقول مثلا محاصيل زراعية مطلوبة في السوق، تمام. خلي بالك أنا ما بقدر أحكي لك أنه مثلا ماذا ستفعل بها، ولكن أنت ممكن تشوف السوق شو بيحتاج عندك في محيطك وتزرع مثلا هذه الأراضي، وممكن تستأجر أنت حتى بمبلغ بسيط جدا من الحكومة اللي أنت موجود فيها أو الدولة، تمام. ممكن ايضا مثلا مشاريع تربيه الدواجن، مثلا الارانب، مثلا مثلا الدواجن، هذه مشاريع يعني جيده ورائعه، ولكن تحتاج الى دراسه ايضا، لازم تدرس تعمل دراسه معمقه لهذا الموضوع وكيف تكلفته وكيف حيدر عليك دخل وما هي الارباح، هامش الربح اللي هيجيك. ما بينفع انه انت تشتغل يعني في موضوع انت ما بتفهم فيه، تمام. لازم تعمل دراسه حتى لو انت يعني كنت متخصص في هذا المجال. طيب نشوف سؤال يا جماعة من أختنا روان. إزاي يكون الإنسان مبدع ويفكر على طول، يفكر إنه خلاص ما فيش أفكار كله تعمل؟ طيب الإبداع، شوف يا روان، الإبداع عملية ضرورية لكل إنسان، وعملية لازم ما في إمكانية عنها، إنه أنت ترتقي بذاتك. والإبداع يعني خلينا نقول بأبسط المفاهيم، أنا كنت أكتب عنه في كتابي الزيتونة أسهل الطرق لتطوير ذاتك وأعمالك. الإبداع هو ركن أساسي وفعال ورائع وذو قيمة، وبيعطيك قيمة وبيرتقي من ذاتك إلى أبعد الحدود يا روان لو أنت تمت موضوع الإبداع. طيب الإبداع تعرفه بشكل مبسط هو الإتيان بأفكار جديدة، هذا هو مفهوم الإبداع بشكل مختصر، أنا عرفت هذا التعريف، تمام. يعني اتيان بشيء جديد. خليني انا اعطيك تقنيه تولز يعني انا اوردتها في كتابي، يعني انا طبعا بعطيكم بعض الاسرار اللي انا اوردتها في هذا الكتاب، ولكن مش حبخل عليكم لانه انا دائما بحب اعطي العلم يا جماعه والمعرفه. فحاولي شو تعمل، اعملي صفحه بيضاء واكتبي عليها ما هو الجديد في يوم يا روان، اوكي، وهذه يعني علقيها في باب الغرفه على المكتب او في مكان نومك انت بتتواجدي في هذا المكان، هذه حتؤرق ضميرك، هذه العبارة ما الجديد في يومي حتؤرق ضميرك بشكل كبير، فبالتالي هذه حتملك دائما عملية بروسيسنج، تشغيل للعقل انه يصير يفكر وينتج، لانه يا روان هذا العقل بيحتاج الى دائما إثارة. كيف انا اثيره؟ بالأسئلة، دائما اسأل نفسك ما الجديد في يومي، شو انا ممكن اصنع شيء انه ينمو بي، ينمو بعقليتي، ينمو بمهارتي وإلى ذلك، فبالتالي هذا العقل سوف يفتح لك الآفاق. أنا قلت حوالي يا جماعة 18 مليون خلية موجودة، هذه لو أنت شغلتها حتطلع لك أفكار إبداعية. وخلي بالك يا روان أنا بحكي لك وصفة أنا جربتها، يعني دائما أنا بجربها. حاول تذهب يعني إلى مكان أنت بتحبيه، مكان مثلا في طبيعة، في خضراء الصباح الباكر، هذه من الأوقات الذهبية اللي عقلك دائما بكون طبعا تركيزك عالي صافي الذهن، بيعطيك افكار رائعه، لكن دائما استثير عقلك بسؤال محدد وواضح، هتلاقي الافكار تنهال عليك يعني بدون اي
يعني حساب. استاذ اعطينا امثله عن بزنس خاص للنساء. طيب يسرى بتحكي يا جماعه اعطينا امثله عن بزنس خاص للنساء. شوفي يا يسرى، انا كثير دائما بتصفح المتاجر وبتصفح الافكار، من الاشياء الاساسيه اللي لها رواج في لدى النساء هي الميك اب مثلا، الاكسسوارز الخاصه يعني بالكماليات الخاصه بالنساء مثلا، من تجميل، من عطور، من واو الى اخره. مثلا الشوبينج هذا محبب ومفضل لدى النساء كثير بشكل كبير، وعليه طلب كبير يا يسرى، تمام، عليه طلب كثير، في منافسه مزدحمه هذه الامور. ولكن هي يعني لو انت حابب تطرقي لها لازم يكون في عندك ابداع، لازم يكون عندك بلو اوشن استراتيجي، مساحه يعني تبحثي عن مساحه جديده لم يتطرق اليها احد من المنافسين. وهذه احد المبادئ اللي بيشتغلوا عليها البلو اوشن ميكرز يا جماعه، المجددين في السوق، تمام، اني انا ابحث عن شيء جديد. تمام. ممكن يا يسرى ايضا تحاولي تشوفي مثلا الصناعات البيتيه، مثلا صناعة الخبز المنزلي، مثلا صناعة الصابون السائل، مثلا مواضيع مثلا الفطائر يعني اللي بتكون معمولة بهاند ميد بشكل يدوي يعني، تمام، نسائي يعني، هذه لها مذاق خاص. مثلا أنواع من الأطعمة والحلويات اللي بتصنعها النساء فيها مهارة، ممكن أنت تعملي على تغليفها وتبكيتها وتوزعيها بطريقة منظمة مرتبة. هذه الأمور يعني ممكن من داخل منزلك أنت تشتغل عليها وتدير عليك دخل. انا بعرف مثلا اخت من المغرب اعطتها بعض الافكار، فالان هي اشتغلت عليها وعندها اليوم هي بتوزع خبز منزلي على مين؟ على بعض المحلات، واصبحت مصدر دخل رزق لها، تمام يا يسرى. وفي افكار كثيره يعني، ولكن انا بحكي لك انه مليئه الافكار وفي ازدحام وفي منافسه، لكن بدك تحتاجي مساحه جديده تغزو يعني، خلينا نقول منتج جديد. ممكن انت مثلا يعني تتطرق الى تقديم خدمة هي مش موجودة لدى، او هي موجودة ولكن انت تقدميها بشكل مختلف، تضيفي عليها بعض اللمسات من طرفك، تمام، تصبح شيء جديد كمنتج جديد بالنسبة لمين؟ للزبائن. العفو يا علي، العفو، شكرا جزيلا لك. طيب ليش بس تنشر نصائح؟ مش فاهم يا جي، ما هو سؤالك يعني، ايش قصدك؟ كيف في نساء وشغل اونلاين سهل؟ شوف يا مريانا، اول شيء يعني شغل اونلاين هو شغل سهل، لكن بحكي لك بيحتاج الى جهد، والله مجهود كبير وجبار. طب انت ليش بتحكي هذا الكلام؟ انا كيوسف بحكي لك ليش، لانه في منافسة شديدة يا مريانا، منافسة شديدة اليوم يعني. خلينا اقول لك، لو دخلتي على الاونلاين تجدي الاف المنتجات، الاف المتاجر الالكترونية، تجدي الاف المواقع، الاف الحسابات الالكترونية، تمام، في منافسة شديدة. طيب انا الان لو انا حابب ابدأ شغل اونلاين يا مريانا، بحكي لك من ابسط الطرق انه انت ممكن تعملي يعني تستثمري مثلا وجودك هنا في حساب مريانا، ممكن تعملي براند خاص بك شخصي، تمام، تشوفي شو مثلا انت بارعه فيه، شو انت عندك معرفه فيه، شو عندك مهاره فيه، وتحاولي انه انت تقدميها من خلال حسابك هذا اللي انت موجوده عليه، تمام، او ممكن تطوري انت براند يعني خاص معين بمنتج معين او ببزنس معين وتشتغلي عليه، تمام. هذه ابسط الطرق اللي انت ممكن تجدها. يعني اضرب لك مثال، مثلا معلمه لغه انجليزيه كيف استثمرت مهارتها؟ انه عملت حساب انستغرام، اصبحت تنشر عليه مثلا محتوى كبي، تعمل كبي رايتنج، تنشر عليه محتوى وتسوق معرفتها من خلال هذا المحتوى، تمام، تنشر معلومات مفيده ورائعه وراقيه باللغه الانجليزيه، تفيد طبعا مثلا تستهدف فيها طلبة الجامعات، طلبة المدارس. مو انت لازم يكون عندك رسالة تسويقية يا مريانا، اوكي، انه محتوى وجمهور، انك يعني يكون في عندنا رسالة بدي اوجهها مثلا لجمهور معين بيحتاج هذه المعلومة مني، فبالتالي انا يعني بسد الاحتياج الخاص به. يعني مثلا انا والله ضعيف في اللغة الفرنسية، تمام، ممكن انت لو مدرس لغة فرنسية تبدأي هذا مثلا منصة وتحكي عليها عن موضوع يعني قواعد اللغة الفرنسية، جمل اللغة الفرنسية مثلا، وتسوقي في هذا الحساب بشكل احترافي وبمحتوى رائع، تمام. يعني هذه أسهل الطرق، أنه أنت تعمل حساب إنستغرام، حساب فيسبوك، ماركت بليس معينة، مثلا موقع إليك، تمام. واليوم الأشياء هذه رخيصة جدا يا مريان أنك تشتغل فيها.
يعني فيش اسهل من انه اعمل انا حساب اللي اشتغل عليه او موقع او مثلا ماركت بليس او حساب فيسبوك وهكذا. طيب يعني جي بتحكي انا بشوف حلمي مستحيل، كيف اصبر واحققه؟ بليز رد. تمام يا جي، شوف اول حاجه ما في حاجه، خليني احكي لك يعني مستحيله، يعني هو في بعض وجهات النظر بقول لك ما في شيء مستحيل وفي مستحيل. طيب انا وجهه نظري تختلف، انه اليوم ما في حاجه مستحيله، في اشياء منطقيه حققها غيري. يا جي لاحظ ايش انا بحكي، الاشياء المستحيله في اشياء مستحيله ما لا يمكن تحقيقها، لكن هناك اشياء صنعها غيري ونجح بها وابدع بها، اذا لماذا لا تكون انت رقم من هذه الارقام؟ تمام، يعني خليني احكي لك اليوم، يعني مثلا واحد بيقول لك انا حلمي اكون مليونير، حلو يا اخي. طيب ما في، لكن بحكي لك انا والله انا يعني ما في عندي إمكانية إنه أنا مثلا أصير مليونير، لأني أنا مثلا في وضع اقتصادي صعب وأنا مفلس وأنا لا يا أخي. ما في غيرك، كان أصحاب المين كانوا مفلسين وكانوا ما معهم درهم واحد أو دولار واحد، ولكن اليوم أصبحوا من القمة ومن الصدارة. ما في شيء مستحيل، خلي بالك، حتى الدراسات أثبتت ياجي إنه أغلب أصحاب الملايين وأصحاب النجاحات يعني حفروا في الصخر وبدأوا من الصفر. إذا ما في حاجة، ما في شيء اسمه مستحيل، اوكي؟ طيب خليني اقول لك كيف اصبر وتحقق. يا جي انا دائما بحكي اساس النجاح في معيار اسمه الاستمراريه. لازم تضلك مستمر، ما في حاجه اسمها انك تقف. اذا انت وقفت عن المحاوله انت هنا فشلت. ضلك مستمر في الحاجه اللي انت مثلا عندك حلم، عندك هدف، حطه في هذا العقل واجري وراه واسعى وراه، تمام؟ لكن بدك تصبر، تمام، بدك صبر وبدك استمرارية وبدك محاولة متكررة. أغلب يا جماعة الناجحين واجهتهم يعني محاولات فاشلة كثيرة جدا. اسأل أي ناجح في الدنيا سوف تجد أن له محاولات دائما باءت بالفشل، ولكن في النهاية وصل. إذا الروعة هنا أن تستمر، والمحاولة استمر وحاول، استمر وحاول، حتجد إن شاء الله حلمك يعني أصبح حقيقة بإذن الله تعالى. لكن أنا بنصحك، خليني أحكي لك، إنه إذا أنت عندك رؤية أو هدف كبير أو صعب حاول تجزئ هذا الهدف يا جي، هذا حيسهل عليك تنفيذه. يعني أنا مثلا عندي خطة سنوية بها يعني هدفين فقط، خطة سأشوف خطة سنوية 12 شهر بهدف فقط يا، وجزأت هذه الأهداف إلى أهداف فرعية حتى أنفذها يا جي، تمام؟ إذا سهل على نفسك عملية التنفيذ للحلم الخاص بك. طيب خليني أشوف يا من خالق ماكم مستحيل. أتمنى أن تحقق حلمك يا جي، وفقك الله إن شاء الله تعالى. ما في حاجة مستحيلة يا جي، ما في حاجة مستحيلة. طبعا في حاجات مستحيلة، في حاجات مستحيلة مثلا تقول لي والله أطلع على القمر، يعني هدف صعب شوية، تمام، لأنه في نظريات، في بعض يعني رواد التنمية الذاتية بيحكوا لك انه فيش حاجة في القاموس اشي مستحيل، لا في مستحيل. خليني انا برضو براكتيكال وعملي ومنطقي وواقعي مساور للحياة الواقعية. انت عايش في حياة واقعية، واحنا حكينا عن السمارت اوبجكتيفز. السمارت اوبجكتيفز في حاجة اسمها واقعية جماعة، الرياليتي، لازم اكون واقع عشان انا يعني دايما، لان انا ماشي في الحياة ما بنفع، في مشاعر وفي احاسيس وفي علاقات اللي مع ناس عايشين في الحياة، ما بينفع انه انت تكون يعني مش واقعي، اوكي يا جي هذا مهم. طيب ياسين بيحكي كيف اجلب زبائن؟ طيب سؤالك جميل ورائع. شوف ياسين، يعني بدي احكي لك اول شيء، عملية جلب الزبائن من اصعب يعني العمليات اللي فعلا محتاجة الى جهد جبار والى ذكاء في نفس الوقت. طيب بحكي لك اول حاجة يا ياسين، موضوع جلب الزبائن أول شيء لازم يكون عندك محتوى قيم أو قيمي، بنسميه محتوى قيمي رائع يفيد هؤلاء الناس. أول شيء بدي أحكي لك إنه ما يفيد الزبائن، لأنه أول شيء خليني أحكي لك، ما بفع إنه أنت منتج عندك وتبيعه مباشرة. أنا على فكرة عن تجربتي بحكي، تجربتي الشخصية، لدي منتجات رقمية، صعب جدا تبيع المنتج الرقمي بصدفة أو بشكل مباشر، ما تخلي هذا هدفك.
أول شيء لازم تعمل محتوى قيمي، يكون عندك محتوى قيمي. هذا المحتوى القيمي يكون موجه لجمهور، به رسالة لها هدف ولها غرض، إنه هي تفيد الزبائن، تفيد يعني الناس اللي أنت أو الجمهور الخاص بك. أول شيء لازم تعرف جمهورك وتحدد هذا الجمهور، تمام، ولمن ستوجه هذا المحتوى الخاص بك. هذه نقطة مهمة جدا، أوكي. ما بنفع إني مثلا والله أعمل إلا ما هو الوجه لكل الناس يا ياسين، ما بنفع. لازم توجه لكاتيجوري معينة، لتارجت معينة من الناس، عشان إنه أنت توصل إليهم، تمام. يعني أنا أحكي لك مثلا، اليوم الناس مقسمين، في مثلا من يهتم بالميك اب، من يهتم بالشوبينج، من يهتم مثلا بالقراءه، من يهتم بالمعرفه، من يهتم مثلا واو الى اخره. الناس يعني متنوعين، عليك ان تعرف فئتك المستهدفه. هذا اول نقطه. اثنين، لازم تعمل محتوى قيمي يا ياسين توجهه لهذه الفئه. ثلاثه، بعد ما انت تصير توجه لهم محتوى قيمي، حيصير عندك مين؟ متابعين. المتابعين هذول حيعملوا لك فولورز، حيصيروا هم يتابعوك، يعملوا لك اعجابات، ويعملوا لك مشاركه، ويجيبوا الناس اللي هم يعني اصدقائهم، ودائما هم يصيروا يتابعوك، وهكذا. كمان ارتقي بمحتواك دائما، غير وجدد وبدل، وحاول انه انت تعمل يعني اشياء متنوعه وابداعيه. يعني لو تنزل مثلا محتوى ابداعي، انا هذا على تجربه احكي لك تجربتي الشخصيه، كنت انا اعمل مثلا بوستات وانشر كثير، هذا للاسف ما فادني. اعمل محتوى ابداعي، محتوى قيمي، وجهه لجمهور محدد ومخصص، هيكون لك متابعين، وبعد ذلك هؤلاء المتابعين هيخلصوا لك، ويصيروا عندهم ولاء لك، ويعملوا لك دائما اعجابات، دائما متابعه، دائما يشيروا لك على فيديوهاتك، واو واو الى اخره. بعدك حتعطيهم انت النصائح، حتلبي احتياجهم، حتحل مشاكلهم، حيصير بعدك يثقوا فيك ويعطوك مصداقيه، بالتالي ممكن يصيروا هؤلاء الناس يشتروا منك يا ياسين. بعد ذلك انا بنصحك، بعد ذلك ما تعمل هذه الخطوات، اعمل اعلانات مموله يا ياسين. بس خلي بالك، اعلانات مموله تكون مدروسه، لها موازنه محدده، تعرف ايش المنصات المناسبه تعمل عليها اعلانات مموله، تعمل من مدير الصفحات، يعني حاول تاخذ كورس مثلا كيف انه انا اعمل اعلانات مموله باحترافيه. ليش؟ لانه هي لها متطلبات، بحطلب منك مثلا من تستهدف في اي مناطق، في اي دوله، من هم متابعينك. ممكن تعمل اعلان ممول للمتابعين الصفحه الخاصين بك، او تعمل اعلانات مموله لمين؟ في دول اخرى. مثلا انا عندي جمهور كبير في الجزائر، احيانا في اعلاناتي بوجه لهم مثلا منتج وهكذا. فبالتالي هذا مهم جدا. اوكي يا ياسين، انا طلت في الاجابه، لكن انا لقيت انه علي اعجابات. هذا باختصار. طيب، واذا ما عندي فلوس خطيه شو نسوي؟ طيب، انت ما عندك فلوس يا جي اي، يعني هي مش النهايه، خلي بالك. يعني انا مثلا هي عندي جوال، انا ممكن اصور فيه يا جي اي كورس رقمي كامل، حلو، اصور عليه كورس رقمي كامل وانا بصور من جوال. انا عملت 250 فيديو يا جي اي، تمام، على هذا الجوال. اوكي، ممكن تعمل كورس رقمي وتنشره على منصات تبيع لك هذا الكورس ببساطه. هذا انت مش هتدفع ولا دولار يا جي اي، حلو الكلام. يعني شوف عندك موهبه، معرفه، يعني خذ كورس مثلا، يعني خلينا اقول لك جوجل، يودمي، عليها يعني كورسات رائعة ومجانا، انت ممكن تحضرها على جوجل وعلى يوتيوب، المحتوى المجاني كثير، يا ابدأ منه يا جي اي، وبعد ذلك ارتقي بهذا المحتوى. بعد ما يصير عندك يعني كمية رائعة من المحتوى المعرفي، انشر هذا المحتوى على شكل مثلا كتاب او على شكل كورس رقمي، وبع هذا الكورس مثلا من خلال المنصات المتاحة. عندك اليوم في نعمة كبيرة يا جي اي، انه اليوم منصات كثيرة يعني بتقول لك يعني ارفع الكورس عندي وانا ببيع لك اياه وبقسمك الارباح، بتدير ارباح. طبعا انا بحكي لك هذا عملية مش سهلة يا جي اي، عملية تحتاج جهد ووقت والتزام ومثابرة وعمل عليه، ولكن ما عندك فلوس حيصير عندك فلوس بهذه الطريقة، تمام. طيب، روان بتحكي عايز افتح قناة على اليوتيوب، وبيقول لي افتحي قناة تحديات وتافهة، ولكن انا عايزه حاجه مفيده، وبيقول لي ما حدش حتفرج، هل ده صحيح؟ واي ممكن يشد الناس في الفيديوهات؟ والله سؤالك جميل وحيفيد الناس. شوف، انا اجابتي، انا من واقع تجربتي، انا عندي قناه على اليوتيوب وناشر عليها يا روان حوالي اكثر من 260 فيديو. هذا الموضوع مهم جدا،
شوفي، مواضيع القنوات اليوتيوب اللي فيها فائدة ومعرفة، خليني أحكي لك، هي بتحتاج وقت كبير صراحة، يعني بتحتاج وقت كبير وجهد كبير ومش بالساهل. يعني أنا كتير محاولات يائسة حاولت في هذا الموضوع، يعني موضوع صعب جدا، وموضوع أنا يعني وصلت لمراحل يا روان كنت أنا ممكن يعني أستغنى عن قناتي، لأنه ما وجدت مثلا كثير من التفاعل، ما وجدت مثلا كثير من الإعجابات أو المشاركات أو الجمهور. ولكن يحتاج إلى صبر ونفس طويل واستمرارية، هذه موضوع القناة. وخليني أحكي لك، هي القنوات التعليمية بشكل عام صراحة يعني للأسف جمهورنا العربي لا يهتم فيها ولا يعطيها دعم، وللأسف الدعم يذهب للقنوات التافهة بالفعل يا روان، هذا كلام واقعي 100%. أنا يعني أوافقك الرأي، لأنه هذا أنا من تجربة يعني ومعاناة في هذا الموضوع. للأسف يعني في معاناة، حيكون في إقبال على التفاهات أكثر، الفائدة للأسف لا يأتيها الجمهور، وهذا يعني خليني أحكي لك شيء طبيعي إنه تجدي هذا الموضوع، لأنه للأسف يعني المحتوى يعني الجمهور العربي بشكل عام يعني أغلبيته يا جماعة توجه إلى، للأسف للأسف أقولها يعني متأسفا، لا المحتوى الغير مفيد والنافع. لكن هناك يعني هناك خليني أحكي لك جمهور يبحث عنك، هناك جمهور يحتاج لك، هناك جمهور يريدك، تمام؟ ولكن أنا بحكي لك إذا أنت بدك تعمل القناة توكل على الله، ولكن لن يعني ما تحاول إنه أنت تعتمد عليك كمصدر دخل في البداية، انسى الموضوع هذا. يحتاج منك هذا جهد 3 سنوات على الأقل، يحتاج منك فيديوهات رائعة ذات جودة عالية وذات ترند عالي، محتوى نوعي وقيم رائع موجه لفئة يعني مستهدفة، توجهي هذا المحتوى تاع القناة لفئة مخصصة، تمام؟ ما تنوع في المحتوى، إذا أنت يعني أنا بحكي عن المحتوى القيمي والتعليمي، لكن إذا محتواك حيكون يعني في نوع من التفات التحديات فحينتشر، يعني بصراحة حينتشر يعني، وحيلاقي إقبال حيلاقي إعجاب وحتنجح بسرعة. والله أنا بنحكي يا لي الواي عن موضوع البزنس، وإنه اليوم من الضروري إنه أنت اليوم تؤسس بزنس. طبعا أنا ما وضعت العنوان، لماذا لا تؤسس بزنس الخاص بك اليوم؟ أوكي، العفو يا أستاذ، جزاك الله خيرا يعني على المتابعة. طيب نشوف أسئلة أخرى. شكرا يا مريان، أنت اللي كلك ذوق. يعني أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية ولكن لا أعرف كيف أبدأ. والله يا عبد، وهي يعني أنا مش متخصص في هذا الموضوع، بس يعني أنا بحكي لك، أنا أقرب نصيحة لإلك أنا عن تجربة شخصية، تابع قناة أستاذ إبراهيم عادل المصري، قناة رائعة ذات محتوى قيمي رائع، رجل ما شاء الله عليه، أنا بعتبره من التوب تيتشرز في هذا الموضوع. تابع هذه القناة وحتدعي لي، تمام؟ خلي بالك ما تشتت نفسك في موضوع التعلم الإنجليزية، بس تابع هذه القناة وخلص. يعني إذا أنت قدرت تتابع هذه القناة فأنت يعني حتحقق أشياء رائعة. طيب طيب أنا بدي أقرأ التعليق لأنه بصراحة أثلج صدري كسير كسير. شكرا لك يا كسير، يعني شهادة على التسبيح. بيحكي لي لماذا ما بتكثر من اللايفات؟ والله كلامك بيسبب دعم كبير في نفوسنا. أشكرك أشكرك والله، أنا يعني اللي أنا بستمتع معك في هذه اللايفات، وبحاول إني أطلع كل اللي جوايا يعني. طيب خويا، شنو هي المجالات اللي كن في الإنترنت؟ شوف يا شوب، يعني أنا ما بدي أحكي لك عن مجالات، يعني مجالات كثيرة جدا. يعني خليني أحكي لك، لو أنت دخلت على أمازون أو موقع علي إكسبريس حتلاقي من الحامض إلى الحلو يا شوب، تمام؟ مش حتلاقي حاجة معينة، حتلاقي كل شيء له جمهور يا شوب، في مثلا في الكتب، مثلا في الشوبينج، في الإكسسوارات، مثلا في الجوالات، في يعني وين يعني أين تضع يدك، في أمازون أو في جوجل أو حتى يعني في مواقع التجارة الإلكترونية، حتلاقي منتجات كثيرة جدا ولها جمهور، وهناك جمهور يشتري، تمام؟ القصة هي إنه أنت نفسك يعني شو الجمهور اللي بدك تخاطبه، تمام؟ شو المجتمع، يعني أنت مثلا لمين حتبيع؟ مين هو جمهورك؟ ماذا يحتاج؟ هذه هي النقطة يا شوب اللي بتخليك إنه أنت تحدد ماذا تبيع، أوكي؟
يعني انت حتقول والله انا بدي اجيب منتج معين في الصين، طيب لمين حتبيعه؟ طب هل هذا المنتج حيحتاجوه هذول الناس؟ اذا هذا اللي بيحدد عندك يا شوب موضوع الانترنت، انه يعني مجالات. تمام، انا ما بقدر اقول لك، لكن كل المجالات مفتوحه على الانترنت اليوم، ما في حاجه اسمها انه مجال محدد على الانترنت، اليوم كله موجود على الانترنت وعلى مواقع التجاره الالكترونيه وعلى الانستغرام، كل شيء يا يعني افتح شوف الانستغرام حتلاقي يعني جميع الناس يبيعون لك، يعني سواء منتجات، معرفه، كورسات، يعني وين يعني اين ما تضع يدك حتلاقي مجالات كثيره ومتنوعه، اوكي؟ ولكن انا بحكي لك اللي بحدد ايش المجال اللي انت، شو انت التخصص الخاص بك، مجالك انت، شو مهاراتك، شو السوق بيحتاج، من هي فئتك المستهدفه، شو الرساله اللي بدك توصلها، هذا هو اللي بيحدد يا شوب شو انت حتشتغل على الانترنت. تمام، طيب نشوف سؤال يا جماعه، انا في جايني اسئله على الخاص. احنا حكينا يا روان، جاوبناك اعتقد على السؤال، ما فيش حاجه اسمها وقت مناسب يا روان، لازم الان تبدا تفكري، تعملي، تاسسي بزنس، تعملي فكره. اليوم ما بنفع، اليوم اشتغل على نفسك. انا عندي هاي قناه موجوده 10 مينتس فيها من الحامض الى الحلو على مواضيع البزنس بشكل او باخر. تمام، يعني حاول تشاهدي هذه القناه مليئه يا جماعه، مليئه حب بالفيديوهات يعني اللي بتتكلم عن البزنس. وبتكلم يا جماعه عن استراتيجيه، انا متخصص طبعا في استراتيجيه السوق الازرق يا جماعه، هذا انا تخصصي بشكل اساسي. تمام، استراتيجيه السوق الازرق وكيف تبدا بزنس وتخترق سوق ازرق يا جماعه جديد، يعني تابعوني دائما، انا ان شاء الله حتكلم عن هذا الموضوع بريلز على حسابي على الانستغرام بشكل كبير في الفترات القادمه، كيف انه انت تعمل سوق ازرق خاص بك، كيف انه انت تطرح منتجات اليوم جديده، كيف انه انت تبدع في منتجاتك، كيف انه انت تنشئ سوق ازرق، ما هي المداخل العمل لانشاء سوق ازرق، كيف تتعامل مع المنافسين، كيف تبني البزنس موديل وفقا لمبادئ السوق الازرق. تمام، هذه الامور ان شاء الله احنا حنناقشها بشكل كبير. تمام يا جماعة، اللي بكتبين لي طلب الانضمام، يعني لو في عندك سؤال ممكن توجه لي على الخاص، لانه يعني صعب يعني انه نعمل يعني مشاركة فيديو. طيب نشوف روان، ازاي افتح قناة ناجحة على اليوتيوب مع انه المحتوى دلوقتي هو التافه، ازاي اعمل وناجح وهادف يشد الناس؟ ما انا حكيت لك يا روان، شوف اهتمي بنقاط، اول حاجة اني بعطيك نصيحة، خلي عندك صبر ونفس طويل، وزي ما حكينا محاولات واستمرارية، وبدك 3 سنوات على الأقل لأربع سنوات حتى يا روان. لكن أنا بحكي لك ما تخلي كمان هي مصدر لدخل في البداية، أنا بنصحك إذا أنت يعني بدك تحاول تفتحي منها أنه يكون مصدر دخل لك، انسى الموضوع هذا. تمام، خليها كنوع من الهواية. تمام، هذا أهم شيء، نوع من الهواية، أنه أنت ممكن تنفع الناس، تفيد الناس بمحتوى عندك، بمهارة، خليها نوع من الهواية إن شاء الله، وبجانب وظيفتك يعني الأساسية. تمام، هذا في البداية، بعدك إن شاء الله بعد 3-4 سنوات حسي ممكن أنت تكون لك مصدر دخل لك. لكن أنا بحكي لك أهم أركان أساسية لقناة ناجحة، المحتوى القيمي الرائع، 2 يكون عندك مونتاج رائع ومرتب، لو في عندك ممنتج يعني ممنتج في البداية يمنتج لك فيديوهات احترافية رائعة، هذا حيسهل عليك أنك يعني صراحة فيديوهاتك تنتشر. يعني انا من الاشياء اللي سببت اعاقه لي في موضوع نشر قناتي بصراحه عن تجربه بحكي لك اياها، انه ما في عندي لسه ممنتج خاص يعني محترف يمنتج هذه الفيديوهات. تمام، على قناتي، هذه من المعيقات يعني. فانت لو كان عندك مونتاج او انت حتى تعلمت واحترفت المونتاج، يعني هذا شيء جيد. يعني انا مثلا عندي كشخص كيوسف احترافية المنتج، أنا بعرف المنتج لكن المبادئ الأساسية ما احترفت المنتج، لأنه بصراحة ما عندي الوقت الكافي أني أتعلم هذه المهارة باحترافية. هذه هي العناصر الأساسية يا روان لفتح قناة يوتيوب. طبعا لازم تكون عندك برضو معرفة بخوارزميات والسيو الخاص باليوتيوب، يعني مثلا الإشارات المرجعية، كيف مثلا تتصدري للترند، كيف مثلا تحكي في المناسبات، تعمل فيديوهات خاصة بالمناسبات والترند الموجودة، هذه أشياء مهمة ممكن يعني تشهر القناة. طيب نشوف أسئلة أخرى. طيب
وياخذ هذا احنا يعني جاوبنا على هذا السؤال. جزائر، اهلا وسهلا بالجزائر، احبائنا من الجزائر يعني، نعمل لايك. السلام عليكم، حياك الله. كيف اتاكد ان الاعلان غير صحيح؟ والله شوف، الاعلانات اليوم انا بصراحة مش متخصص في هذا الموضوع بشكل كبير يا ياسين، لكن خليني احكي لك انا من تجربتي بصراحة. يعني عملت بعض الاعلانات الممولة بنفسي، استهدفت ناس، بعت لبعض الناس. بدي احكي لك شغلة مهمة جدا، لازم تحترف هذا الموضوع باحترافية. لو انت مش محترف يعني حاول يعني تتعاون مع متخصص في هذا الموضوع، انا بصراحة اذا انت ما كان عندك معرفة، لانه موضوع احترافية الاعلان وقديش بكون اعلانك احترافي، قديش انت ممكن تزيد مبيعاتك. يعني ايش انا بحكي؟ انه مثلا تستهدف الجمهور الصحيح، انه انت مثلا تعمل كابي رايتنج رائعة. يا ياسين اليوم في ناس كابي رايتر، كابي رايتر بيكتب لك الاعلان هو بنفسه. يعني انت مثلا بتحكي له انا شو مجالي، شو منتجي، لمين انا بدي ابيع المنتج، المنتج شو بحل لي المشكلة، بتعطيه هذه كل المعلومات وهو يصيغ لك ديباجة اعلانية رائعة ترفعها على مين؟ على الاعلان الخاص بك، وتسوق بعد ذلك الاعلان. خلي بالك، اذا كان في عندك فلوس زيادة ادفع لكابي رايتر يصمم لك الاعلان. الكتابة الاعلانية مهمة جدا يا ياسين، هذه يعني اذا انت ما عندك قدرة يعني المال، حاول تتعلم هذا الموضوع يعني بشكل يعني مبادئ أساسية، واكتب صح الإعلان، لأنه هذه الإعلان يا جماعة مهم جدا. إنه أنا كزبون لما أجي أنا أقرأ وصفك الإعلاني، يعني مثلا أول شيء يعني تتكلم عن المشكلة، منتجك يعني لمين موجه، شو المشكلة هي حلها تمام، شو الهدف اللي منتجك حيعمل، شو التغيير اللي حيقوم منتجك. هذا الكلام كله الكابي رايتر يا جماعة بيكتب لك اياه بوصف اعلاني رائع وبحطه على الاعلان، وهذا مهم جدا في البيع يا جماعة، عملية البيع. يعني في ناس تكتب لك كلمتين وبتعمل للممول للاسف وما في مبيعات. ليش؟ انا هذا الكلام كنت امارسه يا جماعة في البداية، انه للاسف كنت اعمل يعني مختصر هيك اعلان كلمتين، وما اهتم بالاشياء هذه، انه انا لازم اوصف المشكلة، اوصف الحلول، اوصف شو التغيير اللي حيصير على في حياة العميل. هذه الاشياء مهمة جدا. شو الاثارة؟ لازم انت تثير انتباه العميل حتى يشتري منك، اوكي؟ هذا مهم جدا. عشان هيك انا بحكي لك لازم يعني تعمل كابي رايتنج، مهم جدا الاعلان، لازم تستهدف الاعلان يعني الجمهور الصح، لازم تستهدف الدولة الصحيحة، المنصة لازم تختار المنصة الصحيحة اللي انت تعمل الاعلان. يعني مثلا وين جمهورك يتواجد؟ هل تواجد على الانستغرام ولا على الفيسبوك ولا على سناب شات؟ هذه الامور لازم تحددها وتعمل خطة تسويقية رائعة. يعني انت عندك منتج، لازم يا ياسين تستهدف مثلا جميع المنصات في وقت واحد، وتعمل تيستينج، هذه مهمة جدا. كيف تيستينج؟ يعني اعلان مثلا تعمل له فترة، والله مثلا منتجك شهر كامل مثلا او 20 يوم، هذه كتجربة تيستينج بنسميها. كيف تيستينج؟ انه انت يكون في فيدباك، هل الناس اشترت منك؟ مين هم اللي اعجبوا باعلانك؟ من هم الناس اللي محتمل يشتروا منك؟ طب شو اعطوا انطباعات عن منتجك؟ طب مين اللي تفاعل؟ في اي منصه كان اكثر تفاعل؟ والله مثلا يوتيوب كان تفاعل اكثر، بالتالي انا بوجه او بضخ البادجت الخاصه بي، الموازنه التسويقيه لمين؟ لليوتيوب. والله انا لقيت الانستغرام اكثر تفاعلا، بالتالي انا بوقف المنصات الاخرى، بستهدف مين؟ منصه الانستغرام بالبادجت الخاصة بي. ليش؟ لأنه هذا برضو إهدار للمال وللوقت يا وللإفورتس يا ياسين، إذا أنت ما استخدمت المنصة الصحيحة أو الجمهور الصحيح. طيب نشوف إذا في أسئلة أخرى يا جماعة. يسرى، شكرا جزيلا لك، يعني هي إعجاب، حنعمل لك إعجاب. أنا أشكرك على هذه المتابعة. شو رأيك بالربح تراكمي؟ ما بعرف يا محمد شو قصدك، يعني ربح تراكمي ما هو قصدك؟ مسعود، كل بث دائما مثري أستاذ، الله يحييك، شكرا جزيلا. وهي أحلى إعجاب يا مسعود، شكرا جزيلا، يعني أنت تثلج صدري بالتعليقات الجميلة. طيب نشوف روان إيش بتحكي في قناة اليوتيوب. طب ممكن أخليها فيديوهات مسلية بس ما فيها فائدة، بحيث ما أضيعش وقت الناس وأنجح
برضو وتكون مقبولة عند الناس، ممكن أخليها فيديوهات مسلية بس فيها فائدة بحيث ما أضيعش. ممكن يا روان، مش غلط يعني، تفكير برضو منطقي يعني، مش غلط ولا يعني، خلينا أقول لك إنه شيء جيد إنه فيديوهات مسلية بس تكون فيها فائدة أو فيها رسالة. يعني خلي بالك، أنا أهم شيء، أنا شو قصدي يا روان، إحنا عندنا فلسفة خاصة بنا. أنا فلسفتي كيوسف ما بحب أنشر الفيديوهات مثلا يعني المسلية أو التافهة أو الهابطة، بحب أنشر الفيديوهات اللي فيها قيمة للناس، بتؤثر في الناس وتغير في حياة الناس. هذه فلسفتي، تمام؟ بناء على فلسفتي أنا يعني بقوم بتقديم من المحتوى الخاص بي. كثير من الناس يعني بيحكوا لي غير من المحتوى، طب ضيف كذا، طب اعمل كذا، طب نوع، طب ما في إمكانية. خلاص أنا محتواي مثلا في البزنس، خلاص اتجاهي في البزنس، أو مثلا في جانب آخر تطوير الذات، يعني عندي 70% جماعة أنا محتاج 70% بزنس موجه للبزنس، لا خصوصا لاستراتيجية السوق الأزرق يعني كمجال تخصصي، 30% لمواضيع تطوير الذات يعني كمواضيع جانبية. هذا يعني اقتراحك جيد، وراء ابدأي به واعملي تيستينج برضو للموضوع، مش غلط يا روان، توكلي على الله، إن شاء الله موفقة. هل التجارة الإلكترونية هي نوع من البزنس؟ طبعا يا المراب، يعني هذا سؤال غريب يعني. اليوم التجارة الإلكترونية يا المراب يعني اليوم بالمليارات تضخ اليوم، يعني أنا إحصائية تقريبا متوقع أعتقد 7 مليار دولار سنويا تضخ التجارة الإلكترونية، 7 مليار تقريبا، هذا رقم يعني لا أذكره، ولكن على في الدورة الخاصة بي يعني الرقم كان آخر رقم 7 مليار دولار تضخ إيرادات التجارة الإلكترونية. طبعا هو بزنس اليوم يا المراب، يعني اليوم شركات كاملة متكاملة تعمل على موضوع التجارة الإلكترونية. يعني صاحب شركة أمازون اليوم هو من أثرى أثرياء العالم بسبب التجارة الإلكترونية، يعني جيف بيزوس يعني من أثرى الناس رقم واحد، يعني 250 أعتقد مليار دولار كانت ثروته من التجارة الإلكترونية. يعني سؤال يعني أستغرب شوية، شو اسم قناة هذاك؟ ممكن تعيد محمد؟ يعني أنا ما بعرف أنت عن قناة مين بتسأل، يعني هل تسأل عن قناتي مثلا؟ أنا قناتي تلمينتس يا محمد، فيها يعني أفكار كثيرة جدا عن البزنس وممكن تستفيد منها، حاول تشترك فيها وتشوف الفيديوهات إن شاء الله حتعجبك كثير. طيب ممكن تسيف اللايف لو سمحت؟ طبعا يا صراحة سيف اللايف إن شاء الله تعالى لنستفيد ونفيد ونتبادل الخبرات. طيب إنصاف تحكي، شو هو حل أو طريقة لتخفيف التعب من الدراسة؟ إنصاف دائما أسئلة حول الدراسة. إنصاف أنت الدراسة مغلباك يا إنصاف. طيب شوفي، أنا يعني مش مجالي والله، مش متخصص في، يعني هي بتحتاج إلى يعني شخص تربوي يفيدك بهذا الموضوع، ولكن خليني أنصحك لأنه أنا برضو عندي يعني جانب من أنا أهوى مجال تطوير الذات، دائما أبحث في هذه المواضيع. خلي دائما يعني موضوع الدراسة يكون خفيف، يعني دائما حاول تقللي من أوقات الدراسة يا إنصاف، خليها ممتع، شيء ممتع لك، يعني ادرسي وركزي على المواد اللي انت بتحبيها اكثر، تمام؟ المواد اللي انت بتصعبي منها حاولي تخصصي لها وقت اقل للدراسه. تاني شغله، ادرسي مع ناس يعني بتحبيهم او اصدقاء لك. الدراسه مع الناس اللي انت بتحبيهم يعني بتسلي، يعني ما بتزهقك، يعني بتخليك تدرسي اكثر وتتفاعلي اكثر. هاي اثنين. النقطه الثالثه، حاولي تشوفي مثلا مصادر تكون ممتعة لك، يعني مصادر مثلا من اليوتيوب. والله مثلا أنا مجال مثلا علم النفس، شوفي الناس اللي بتحكي في علم النفس واسمعي لها ولا الناس عبر اليوتيوب، يعني هذا برضو شيء حيخلي المادة عندك تحبي المادة، لأنه في ناس عنده أساليب في التدريس رائعة يا إنصاف. هذه النقاط اللي أنا ممكن أنصحك فيها الآن. رأيك في تقديم الخدمات المصغرة؟ والله مجال حلو كتير يعني ورائع، لكن أنا والله كتجربة شخصية إلي يا جي كاتب، يعني بصراحة أنا عندي حساب على خمسات وعلى مستقل، بصراحة في منافسة شرسة جدا 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 يا جي اتش، تمام؟ منافسة شرسة، وآلاف الناس اللي بيقدموا خدمات وبأسعار رخيصة جدا
وللأسف بجودة يعني متضاربة. ويعني مشكلتها إنه هي إذا أنت كنت بحاجة مثلا إلى مال يا كاتب، هي يعني مصدر دخل جيد، تمام إنه أنت تبدأ بها، ولكن هي مشكلتها حتى بتحتاج إلى تسويق. يعني للأسف الموقع لا يسوق لخدماتك أو لا يسوق للأكاونت الخاص بك، هذه مشكلة، تمام. فبالتالي أنت بتحتاج إلى جهد تسويقي من نفسك. أنا بنصحك يعني ضبط البروفايل الخاص بك، حاول تحط منتجات جيدة، حاول تقدم خدمة رائعة ذات محتوى جيد ورائع، واعمل بروفايل يكون مرتب واحترافي. برضو أنت سوق نفسك، اشتغل على نفسك، ما يعني تعتمد على الموقع نفسه كمستقل أو كخمسات. حاول إنه أنت مثلا يعني مثلا رابط الأكاونت الخاص بك على خمسات أو مستقل، تعمل كوبي بيست لهذا الحساب وتنشره على السوشيال ميديا لأصدقائك، الناس مثلا يحتاجوا خدماتك، وهكذا أنت برضو اشتغل على تسويق نفسك من خلال هذه المنصات، تمام. هيك أنت بتبدأ بداية جيدة وكويسة، وبعد هيك ممكن يصير عندك لك سوق، لأنه دائما البداية صعبة في هذا الحساب بصراحة، يعني عن تجربة، تمام. هذه نصيحتي لك، لكن هي ممكن تكون مصدر دخل، وأنا يعني شفت ناس ناجحين في هذا الموضوع بصراحة، يعني عندهم خدمات جيدة وعندهم يعني ريفيوز رائعة ونجحوا في هذا الموضوع. لكن زي ما حكيت لك اليوم المنافسة شرسة، اليوم يعني الناس اللي طرقت هذا المجال يعني كثيرون جدا. أنت بتحتاج تتميز اليوم، ما هي ميزتك؟ حاول تبرزها في هذا الموضوع. طيب نشوف أسئلة أخرى. أسئلة أخرى، أسئلة أخرى. طبعا ان شاء الله تكونوا مستمتعين يا جماعه. شو رايك بالربح التراكمي؟ والله يا محمد وضح لي السؤال، انا مش عارف ايش يعني، ما بعرف بربح التراكمي ما قصدك به، يعني كيف تتخلص من تعب اثناء الدراسه؟ والله شوف يا انصاف، يعني النوم، يعني انت نامي وريحي راسك شوي ودماغك من الدراسه، هو احلى حل يعني انك ترتاحي من تعب الدراسه. لكن انا بنصحك يعني انه مثلا انت تعملي يعني خليني احكي لك، مارسي دفة الصباح، يعني اعملي بعض المديتيشن، التنفس العميق، حاولي تتاملي مثلا، هذه التقنيات جيده يعني انك تمارسيها اذا انت حسيت بتعب. تعملي يعني تنفس عميق زفير، تعملي صمت لفتره 10 دقائق مثلا، مديتيشن، هذه الاشياء مريحه جدا، تعيد التركيز وتعيد الصفاء الذهني لعقلك، ويعني ان شاء الله حتمارسي أشياء يعني حتجدد طاقتك وحيويتك. شكرا يا أس، أشكرك، استمر، بحكي لي استمر أس. إن شاء الله مستمر أكيد طبعا. لكي أهلا وسهلا بك. طيب يا جماعة ما في أسئلة، اشتقنا لك يا أستاذ. لكي أنا طبعا المشتاق يعني لكم جميعا ولي لك أيضا. شكرا جزيلا يا لكي. طيب شو رايك بربح تراكمي بالبزنس الخاص فيك؟ يعني طب انت ليش خليته ربح تراكمي؟ يعني ليش انت سميته ربح تراكمي يا محمد؟ هذا السؤال يعني مش عارف، يعني ليش انت سميته ربح تراكمي؟ وضح لي اكثر يعني، تمام، عشان اجيبك يعني بشكل صحيح على سؤالك. يعني ما بدي اجيب انا على شغلة أنا بخمن تخمين، تمام؟ حاول إنه أنت تعطيني السؤال بشكل دقيق عشان أجاوبك بشكل دقيق، أوكي؟ طيب إسراء بتحكي، ما الفائدة من شراء أسهم المنصات ذي تويتر أو إنستغرام؟ طيب ما قصدك بشراء أسهم يا إنصراء؟ وضحي لي، يعني حسابات قصدك، حسابات، شراء حسابات، أم يعني أسهم كأسهم استثمار؟ يعني خليني أنا أفهم أكثر السؤال، تمام، وضحي لي لو سمحتي يا إسراء. طيب المبلغ المناسب شو سؤالك يا اتش اي؟ المبلغ المناسب لماذا؟ وضح لي السؤال لو سمحت. محمد الربح التراكمي شو قصدك فيه؟ يعني شو قصدك بالربح التراكمي؟ يعني ما في حاجة اسمها ربح تراكمي، يعني ايش قصدك في ربح تراكمي؟ يعني انا بعرف الربح انه في ربح اللي هو صافي الربح، او الربح
التراكمي يعني قصدك في اللي بيكون موجود في قائمة الدخل يعني الربح الأولي، أو مسميه البروفيت مارجنز مثلا الربح الهامشي. فوضح لي هذه لو سمحت، لأن سؤالك تكرر كثير. هل سيبقى الفيديو مسجل؟ طبعا يا واي إيه، بإمكانك مشاهدة هذا الفيديو في إن شاء الله أوقات أخرى. طيب، ما هي المنصات الموثوقة اللي ممكن الاستثمار فيها وسهلة بالنسبة للمبتدئين؟ سؤال جيد. شوف، يعني خليني أحكي لك إنه تقصد بالمنصات اللي هي العملات الرقمية يا بادر، أم تقصد بشركات؟ يعني مثلا منصات العملات الرقمية مثلا، أو منصات الشركات؟ تمام، يعني أعطيني تحديدا سؤالك بالضبط يعني. تمام، يعني ماذا تقصد بالمنصات يا صديقي؟ طيب احكي لنا على دروب شيبينج أخي. شوف يا اتش اي، الدروب شيبينج أنا صراحة لا أشتغل به ولا أعمل به، ولكن أنا عملت في يعني كان من أحد الأفكار اللي أنا حكيت فيها عن موضوع البزنس، إنه كيف أنت تبدأ بزنس بدون خلينا نقول رأس مال كبير، ومن بينها فكرة الدروب شيبينج. الدروب شيبينج هي أسهل ما يكون، إنه أنت طبعا هي ما يعني ما تحتاج تكلفة كبيرة يا جماعة، إنه أنت مثلا منتج لعلي بابا أنت ممكن تبيعه على موقعك يا اتش اي. طبعا هي خلينا نحكي لك تحتاج يعني إلى نوع من الجهد، هي تحتاج إلى جهد كبير، ولكن لا تحتاج إلى ضخ رأس مال كبير. هي جهد، تحتاج منك جهد ومتابعة، وتشوف ما هي المنتجات المناسبة اللي أنت ممكن يعني تجيبها مثلا من علي بابا مثلا، أو من مواقع التجارة الإلكترونية، أو مثلا من الموردين، whatever كانت الطريقة. ولكن خلينا نحكي لك إنه هذه الطريقة جيدة لتبدأ بها. تمام، إنه أنت المنتج مثلا يكون يعني مملوك لعلي بابا، أنت بتبيعه مثلا على منصتك. طبعا أنت ممكن تعمل له وصف خاص، تعمل له تصميم خاص بك، وبعد هيك تسوق على موقع. طبعا تحتاج الى تسويق هذا المنتج على الموقع الخاص بك، او ممكن انت تسوق الموقع الخاص بك ويصير عندك شراء لهذا المنتج. طبعا انت في عندك يعني بعد ما يتم بيع هذا المنتج، طبعا علي بابا يتكفل او امازون مثلا يتكفل بايصال المنتج للمشتري، وانت طبعا يكون هناك عمولة نتيجة لبيعك لهذا المنتج. هذه الفكرة بشكل مبسط، لكن بحكي لك هو والله يحتاج يعني جهد كبير. يعني انا حسب ما قلت انا لا اشتغل به، انا عندي متجر خاص بي يا اتش اي، عندي متجر خاص بي انا، لانه برضو مشكلة الدروب شيبينج يعني انا بصراحة بحثت فيها وجدت انه مشاكلها برضو كثيرة شوية. ليش؟ لانه بحكي لك انه الشيبينج الشحن للمنتج ممكن يقعد من شهر الى شهرين يعني مثلا، او لستة اشهر بحكي لك يعني في بعض المنتجات. وللاسف انه المنتج اللي انت بتبيعه موجود في الصين، طب كيف انت حتتابع انت كصاحب متجر؟ تمام، للاسف ما في عندك يعني متابعه حقيقيه لهذا المنتج اللي ممكن يصل لزبائنك، بالتالي بيصبح هناك فقدان للعلاقه والموثوقيه مع العملاء اللي انت بتعامل معهم، وهذا بسبب مشاكل كثيره. تمام، هذه المشكله بصراحه الرئيسيه اللي هي في الدروب شيبينج. والمشكله الثانيه زي ما حكيت لك تحتاج الى جهد وتسويق. ليش؟ لأنه في منافسة شرسة في هذا الموضوع. طيب روان، إزاي أجيب فكرة جديدة لتقديم فيديوهات بطريقة مختلفة؟ والله شوفي يا روان، اليوم الأفكار الجديدة خلي بالك يعني اليوم أنت في مصادر كثيرة، يعني ممكن أنت مثلاً يعني تقرأي اليوم. يعني أنا من المصادر اللي أنا دائماً بحاول أجيب فيها الجديد الأبحاث الجديدة، الأبحاث الجديدة والدراسات الجديدة. هذه من أكثر المصادر اللي أنا ممكن يعني أجيب فيها أفكار جديدة. يعني أنا لما بدي أحكي أفكار جديدة في البزنس دائما بذهب إلى المجلات الخاصة بالتسويق أو مثلا بالبزنس، المجلات اللي بتطرح أرتيكلز أو مقالات جديدة مثلا، بذهب إلى مثلا الكورسات الجديدة لعام مثلا 2022، الأفكار الجديدة، المقالات، المحتوى الجديد. دائما اطرقي هذه الأبواب، هذه تعطيك أفكار لمحتوى جديد، لأنه هذه الأشياء هي اللي بتعطيك مين يا روان الترند اللي بيفكروا فيه الناس بشكل جديد. أوكي،
هذه انا بستخدمها كاستراتيجي لي لما انا بحاول اجيب افكار جديده في موضوع البزنس. سؤالك جيد، تمام. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك يا روان. اسم القناه، طبعا اسم قناتي يا واي اي 10 مينتس 10 مينتس، حتجدها طبعا في رابط البايو، موجوده يا جماعه في رابط البايو قناه 10 مينتس، الرابط موجود ممكن تشترك فيها. طيب روان اسئلتك كثير يا روان. بدنا فلوس منك بعدين. وطيب وانا روان بتحكي وانا مش قادره احدد المحتوى المعين اللي حتتكلم فيه. ما انت شوفي يا روان، بدي احكي لك شغله مهمه جدا. انت بدك تحكي على اليوتيوب، اليوتيوب انا حكيت لك بدك سنتين لثلاثه، يعني شيء متعب وفي شيء في جهد. ليش؟ لانه انت حتصور فيديوهات، حتسوق المحتوى، حترفع المحتوى، حتمنتج المحتوى، حتعمل خوارزميات وحتعمل اعدادات، شيء يعني متعب جدا جدا جدا، وانا بحكي لك هذا من قلب المعاناه، تمام؟ فبالتالي اذا انت ما بدات بمحتوى، بمحتوى انت بتحبيه، ما تبدا اي محتوى، انا بنصحك يعني. ابدا بمحتوى انت ترغبين به وتحبينه حبا جما، مش حتزهق. ليش؟ لانه خلاص حيكون هو عندك هوايه وحتستمتع فيه. يعني احنا ليش دائما بنحكي انه من يعمل في مجال يستمتع به ويحبه فهو لن يشعر بانه ان يعمل، او فانه لن يعمل للابد، تمام؟ هذا انا مثلا دائما بحكي. ليش؟ لانه هو يستمتع وهو يعمل، هو يستمتع. يعني انا مثلا الان يا جماعه انا بحكي معك وانا مستمتع، اوكي؟ هذا انا مش عمل، انا لا اعتبره عمل، انما انا هذا متعتي اني اتكلم وافيد الناس واجاوب على الاسئله واحكي في موضوع البزنس، هذه متعه عندي، فانا لا امل، تمام؟ هذه النقطه مهمه جدا يا روان، لازم انت يعني تخليها في عين الاعتبار، وهي اجاب على سؤالك. طيب احمد بيحكي مرحبا استاذ كيفك؟ بدي اشتغل على العملات الرقميه، كيف تنصحني ابدا او ابلش؟ طيب شوفي احمد، انا يعني بصراحه انا ما اشتغلت في العملات الرقميه، انا كان بدي اني يعني تاخذ هذه الاجابه من شخص اشتغل في العملات الرقميه، عنده خبره في هذا الموضوع، عنده يعني خلفيه عن المشاكل اللي بيعانوا منها من يشتغلون بالعملات الرقميه. لكن انا بنصحك اذا انت حابب تشتغل في هذا الموضوع، يعني حاول تاخذ كورس يا احمد في هذا الموضوع. في كورس انا يعني وجدته، انا حتى حابب اخذ هذا الكورس، لانه انا يعني مش مجالي العملات الرقميه او مش متخصص، انا متخصص في البلو اوشن استراتيجي، تمام؟ في استراتيجي المحيط الازرق، تمام؟ ولكن انا حابب اخذ هذا الكورس في العملات الرقميه، لاني فعلا هو ترند، يعني صار عليه طلب وصار في عليه شغل وفي عليه محتوى وفي عليه يعني شغل كثير من مؤسسات ومنظمات، بالتالي مهم جدا لازم انا اعرف افكار عن هذا الموضوع. ولكن انا بحكي لك يا احمد، انا سمعت نصيحه من احد الذين يعملون في هذا الموضوع العملات الرقميه، انه من لديه مال يريد ان يخاطر به فليعمل بالعملات الرقميه. يعني هذه العبارة أنا حفظتها من أحد المستثمرين في هذا الموضوع بصراحة، هذا لأنه فيها مخاطرة كبيرة يا أحمد. إذا أنت حابب عندك نوع من يعني أنت الريسك سيكرز، تمام، أو الناس اللي بتحب المغامرة والمخاطرة، فممكن أنه أنت تذهب إلى موضوع العملات الرقمية. لكن أنا بنصحك يعني خذ لك كورس مجاني كثير في يعني موقع يودومي، بيطرح منتجات رقمية خاصة بالعملات الرقمية بشكل مجاني، محتوى يوتيوب، بامكانك انه انت تبدا من هذه الاساسيات. لما تجد نفسك بمستوى بيسك سكيلز، تمام، او متوسط، ممكن انت بعديك تدفع وتاخذ كورس مدفوع. يعني انا اعتقد انا ان شاء الله حلتحق بكورس اعتقد $7، كورس عملات رقميه، حلتحق به واخذ هذا الكورس، تمام. طيب خليني بث حلو أوي، ما تغبش علينا تاني. الله يخليك يا روان، يعني أنا المسرور، وهي لايك على تعليقك. طب أنت انضميت إلى قناتنا يا روان، وعليكم السلام سترونجر، أهلا وسهلا بك، إعجاب يا سترونجر، عشان السلام. طبعا أنا مستمتع معكم. عن إيش البث سترونجر؟ إحنا أنا كاتب العنوان يا سترونجر، بس أنت داخل يعني حامي، لماذا لا تؤسس البزنس الخاص بك؟ يعني هو المشكلة انه انا الحمد لله يعني بنحكي في موضوع لها علاقة بالبزنس، لكن انه بنحكي عن هذه الفكرة الأساسية يا جماعة.
انه حكينا انه كيف اتخلص من خوف امام الكاميرا. والله يا محمد شوف، الخوف امام الكاميرا انا بنصحك في البداية حاول انت تصور نفسك، يعني مثلي، يعني تبدأ اليوم مثلا تصور نفسك تحكي بمواضيع انت بتحبها. خلي بالك، احكي بمواضيع انت بتحبها، هذا هو النقطة. وصور نفسك الان انت بفيديوهات، حلو، صور نفسك احكي بالماضي كذا، مش بعدك اعمل فيديو اول وثاني وثالث ورابع، حتلاقي الامور انكسر حاجز الخوف انت امام الكاميرا، لانه انت بدأت انت تحكي امام الكاميرا. اوكي، بعد ذلك حاول تصور فيديوهات وتجعل الناس المقربين لك، يعني اللي ما يستهزئوا بيك بمهارتك، خلي بالك، لانه في ناس حتستهزئ فيك لما تصور نفسك فيديو وتعرض فيديوهات عليهم. لا، يشوف الناس اللي بتحبك وبتحب انك تنجح وترتقي، وارسل لهم هذا الفيديو. كيف ترسل لهم هذا الفيديو؟ يحكوا لك شو الانتقادات، يحكوا لك شو تعمل، شو تحسن، شو تساوي. يعني انا كثير من الناس اللي انا فعلا اثق بهم، يعني اعطوني بعض النصائح، انه مثلا خليني احكي لك بعض الاشياء والاسرار، انه مثلا ما اشاور بيدي مثلا وانا بشرح كثير، يعني بيحكوا لي انه والله لاحظنا انه انت تشرح كثير وبتشاور بيدك امام الكاميرا مثلا. حاولت اني اتجنب هذا الموضوع، لانه هذا كانت شيء بيقولني اني لازم اخلي ايدي امام الكاميرا، فحبة حبة تدربت اني ما اظهر يدي امام يعني الجمهور. تمام، هذه شغلة يعني لازم تحتاج الى تطوير وتحسين، فحاول تبدأ مع نفسك في البداية. وبنصحك برضو اتكلم مع نفسك امام المرآة محمد، حتكسر برضو حاجز الرهبة. اوكي، هذا الموضوع مهم جدا. طيب نشوف أسئلة أخرى. طيب روان بتحكي لي كيف أختار الموضوع اللي ممكن أقدمه بطريقة مختلفة تشد الناس. شوفي يا روان، أول شيء بدك تختاري أنت موضوع يهم الناس، يعني في ترندينج. إحنا ليش بنحكي لك إنه لازم تختاري موضوع عليه ترندينج؟ يعني في مواضيع بيهتم الناس إلها، وهذه في جوجل يا جماعة، جوجل ترندز، هذه بيقدم هذه الخدمة، إنه أنت من خلال جوجل بتعرفي الناس عن شو بتتحدث، الناس عن شو بتهتم. ولاحظ الهاشتاجات، لو انت لاحظتي الهاشتاجات اللي في السوشيال ميديا يا روان، بتلاقي الهاشتاجات مليئة، الناس شو اللي ترند اليوم موجود، مثلا زي رامز مثلا جلال في رامز جلال في برنامج، ومثلا ملايين المشاهدات، الترند عالي وهكذا. يعني ممكن تتكلم عن رامز جلال مثلا، يعني انا بضرب لك مثال، لكن انا ما بتكلم، انا بحكي لك المثال عشان تفهمي كيف انه الناس مثلا بدايه رمضان تكلمت عن رامز جلال. ممكن اعمل حلقه عن رامز جلال مثلا، والله مثلا رمضان اجى، انا مثلا لما اجى شهر رمضان عملت حلقه عن قبل رمضان، شهر رمضان المبارك، ونزلت هذه الحلقه على قناتي مثلا. يعني اوكي، هيك انت بتعرفي الامور، يعني اختار المناسبات مثلا الموسميه، الترندز مثلا، الهاشتاجات مثلا. ممكن تعملي استبيان مثلا، تعملي مثلا استفتاء لجمهورك عن شو اتكلم انا مثلا الشهر القادم، ويطلبوا منك يعمل لك اقتراحات. ممكن انت تقدمي اقتراحات مثلا لجمهورك او للناس، يفيديك بهذه الاقتراحات وتتكلمي عنها. طيب محمد، يعني معك 100 دولار تربح كل يوم نسبة واحدة من رأس مالك؟ سؤالك مش واضح يا محمد. يعني معك 100 دولار تربح كل يوم نسبة واحدة من رأس مالك، شو قصدك يا محمد في هذا السؤال؟ وضح لي اياه يعني بصراحة، لأنه مش فاهم سؤالك. أنا عرفت إنه سؤالك إنه أنت معك 100 دولار. والله يا زكريا، موضوع الفوركس أنا والله لست خبيرا في هذا الموضوع، يعني مش هقدر أقدم لك نصائح لأني أنا ما اشتغلت في هذا الموضوع، فليس لدي خبرة في هذا الموضوع. لكن أنا ما قرأت عنه، يعني كشخص أنا مهتم في البزنس، تطوير نفسي بالبزنس، إنه موضوع الفوركس عليه يعني ملاحظات كثيرة، تساؤلات كثيرة، يحتاج إلى خبرة عالية جدا، يحتاج إلى مخاطرة. إذا أنت كنت من ذوي المخاطرة عالية ممكن يعني تمشي في هذا الموضوع. وفي عليه دورات يا زكريا، يعني خد كورس على هذا الموضوع، تعمق فيه أكثر، خد ديتيلز أكثر، هتفهمه أكثر، وممكن بعدك تقرر أنت بنفسك. طيب محمد، ربح تراكم يكون معك رأس مال 1000 دولار وكل يوم تربح نسبة واحدة من رأس مالك. شوف، هذا بنسميه يا محمد استثمار. الاستثمار مثلا طويل الأجل أو قصير الأجل أو متوسط الأجل، تمام. هذا الربح يعني خليني أحكي لك إنه
إذا أنت يا محمد من أصحاب المخاطرة، تمام، في هناك يعني وسطاء ماليين بيستثمروا لك هذه المبالغ، مثلا في بنوك، في شركات، يعني بنسميها شركات الوساطة المالية، تستثمر هذه المبالغ لك في البنوك مثلا أو في حسابات، تمام، لشركات معروفة وموثوقة، وبتدر عليك أرباح من توزيعات الأرباح السنوية بنسميها يا محمد. فبالتالي مثلا خلينا نقول 10% والله مثلا في السنة يضاف لك $100 مثلا. لكن يا محمد، أنا بصراحة إذا أنت لديك المال الوافر والكثير، بإمكانك تستثمر في هذا الموضوع أو في هذا الجانب. المال الكثير يعني $100,000 استثمر في موضوع يعني استثمار طويل الأجل. ليش؟ لأنه $100,000 يعني في توزيعات أرباح جيدة، يعني كويسة يا محمد. لكن لو تم معك $1,000، طب شو الاستثمار راح يعود عليك يا أو الربح؟ يعني للأسف لن تشعر به. إذا أنت مثلا، أنا بحكي كيف، إذا عندك وظيفة أساسية ولديك $1,000 حاب تستثمرها في طويل استثمار طويل الأجل، فاستثمرها. ليش؟ لأنه أنت عندك يعني مصدر دخل أساسي. أما إذا أنت بدك تعتمد على $1,000 كاستثمار طويل الأجل، هذا يعني بصراحة لن ينفعك بشكل كبير. أوكي، فبالتالي يعني هذه لها فوائد ولها ميزات. أنا أنصحك لو أنت معك $1,000 استثمر بنفسك، هذه نصيحتي لك، استثمر بنفسك، تعلم دورة، تعلم مهارة تدير عليك ربح عائد. هذا من أفضل الأشياء اللي أنت ممكن تشتغل فيها بهذا المبلغ الصغير يا محمد. تمام؟ تمام. إذا في أسئلة أخرى، لأني هيك أطلت في هذا اللايف يا جماعة. العفو يا روان، شكرا جزيلا لك للمتابعة. طيب، طب ما في أسئلة يعني، أعتقد الآن ما في أسئلة. طيب نشوف السؤال المكتوب. الله يخليك يا روان، يعني روان هي إعجاب يا روان، تحكي لي يعني لا تغيب علينا البث، ممتع جدا، أشكرك شكرا جزيلا يا روان، أنا اللي استمتعت طبعا معكم. تمام، أجبنا على أسئلتك يا روان. طيب، في نهاية هذا اللايف لا يسعني إلا أن أشكركم، وإن شاء الله يكون رمضانكم يا جماعة كريم، يعني أتقدم لكم بخالص العرفان والتقدير والشكر لمتابعتكم. طبعا في نهاية الحديث، يعني ما تنسوا الاشتراك يا جماعة في قناة تلمنس، حساباتي العمل، يعني طبعا شاركوا يا جماعة هذا الفيديو، كل من سمع واستفاد هذا الفيديو اللايف أتمنى أن يشاركوا، لأنه للأسف ما بتشاركوا الفيديوهات أو بتشاركوا هذا اللايفات، فأنشروا المعرفة والعلم والقيمة. وإن شاء الله أراكم بمحاضرات يا جماعة، إحنا برضو عندنا محاضرات دائما على قناة التليجرام ولايفات هنستمر فيها. بتمنى أشوفكم دائما، وشكرا لك يا يسرى، أكيد إلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.